نادي الزمالك هو ده النجاح اللي انا مستنيه. يمكن احنا ابتدينا شغل من امبارح تقريبا وطبعا الوضع مأساوي طبعا. التركه كبيره ومتراكمه، لكن الواحد نزل ابتدى يشتغل وهو مش عارف يبتدي منين. بس انت عارف استاذ مرتضى انت جربته، يعني انا جاي من نادي عشان كده هتلاقيني يعني عملت شعري حتى هنا صرحوا لي هنا. مش مشكله، الفتره جايه تشد في شعرك، خلي بالك من كتر الشغل يعني. ابتديت يعني ابتديت وفعلا ما فيش وقت الواحد اعتقد ان هو لازم يشتغل في النادي، بس اعتقد ان ربنا يدينا على قد نيتنا وعلى قد شغلنا. فانا متفائل من اعضاء المجلس، زي ما هاني قال عندي اتنين تحت السن معايا شريف ومصطفى افضل مني بكتير جدا. يعني يكفي ان الشريف منير حسن مثلا قال لي كلمه يعني اثرت فيا جدا، قال لي انا ما عنديش مشكله اجي امسح معاك النادي. فالروح دي اللي تحت السن دي ناس نازله تشتغل ما بتهرجش، ومصطفى هكذا. ويمكن احنا من الصبح في النادي، يعني الصبح كان عندنا لجنه، عملنا لجنه للمصيف بتاع مرسى مطروح، وبعدين عملنا لجنه للشؤون العقاريه اللي عندنا في النادي اللي هي المحلات والحاجات دي. بتعملوا جرد بقى وتشوفوا يعني المحلات ايه والايجارات وبتشوفوا هقول لحضرتك بالتفصيل عن مشكله المحلات، لان الملف ده انا كنت متوليه مع دكتور كمال وبشارك دلوقتي فيه. الحاجه الثالثه عملنا، كان في بقى كان استاذ مرتضى جه كان عندنا لقاء مع نائب وزير الشباب العراقي ومتوجه لنا دعوه تعاون بيننا وبين نادي عراقي الزوراء. وبعديها عملنا اجتماع مصغر لمجلس الاداره كده، اجتماع ودي برضه، ابتدينا نحط فيه نزلنا عملنا تفقد للمنشات طبعا اللي هي المفروض تبقى منشات بس هي مش منشات. وان شاء الله هنبتدي فيها في خلال اسبوع، هنبتدي فيها ان شاء الله التطوير. هيبقى في بروتوكول ما بينكم ونادي الزوراء العراقي ولا مباريات مثلا وديه ما بين الفرق الرياضيه؟ هم طالبين يبقى في بروتوكول دائم بين النادي الزوراء ونادي الزمالك. لكن احنا لسه في مرحلة البدء، يعني العرض اتقدم النهاردة وهنبتدي ان شاء الله. يعني ما جاوبتنيش عن سؤالي لما سألتك، قلت لك كنت خايف عن استاذ مرتضى قبل الانتخابات وعملت ايه عشان استاذ مرتضى ينجح قبل انت ما تدعو لنفسك يعني. والله انا اكتشفت ان انا ما عملتش حاجة وان هو اللي طلع جامد بصراحة قوي يعني. يعني الحمد لله النتيجة كانت محترمة جدا، يعني انا بصراحه ما عملتش حاجه. هو الناس شافوه لما جيتوا انتوا المجلس المعين والمنتخب اللي هو 2005 وكنتوا ابتديتوا شغل، يمكن ده كان اكبر دعايه للقايمه اللي انا بنتمي ليها. فاعتقد ان ده من 9 سنين يعني الناس فاكره، الناس طلعت عندها اصل يعني وفاكره كويس جدا من 2005، احنا في 2014 بس